أعزائي المشاهدين، النهاردة في حلقة جديدة من كريزي تاكسي. فين يا باشا؟ في المهندسين يا باشا. ميدان لبنان يا باشا. ميدان لبنان؟ تمام. في حتة معينة في ميدان لبنان ولا ميدان لبنان نفسه؟ اتفضل يا باشا وأنا هقول لك. ماشي يا باشا. شغال يا باشا هناك ولا شغال فين؟ يا باشا؟ المهم شغال في المهندسين ولا شغال في المهندسين؟ شغال في المهندسين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شغال ايه يا باشا؟ بوزع بضاعة، بس بضاعة راح الم وحصل فلوس البضاعة. بتتعامل بقى انت مع مين بقى في الشغل بتاعك يا باشا؟ طبيعي يعني اي زي اي موزع حضرتك، بنوزع شغل وبنحصل فلوس الشغل. شغل ايه بقى؟ ايه طبيعة شغلك يعني؟ مش شغال في ايه حضرتك؟ ملابس حضرتك. ملابس؟ طب ما ده زي الفل ما شاء الله، ده حاجة حلوة قوي. ملابس دي ملابس ملابس سعد يعني، مش هقدر. ربنا يسعدك يا باشا ويرزقك. بقول لك يا باشا، بتشوف ممثلين وكده؟ اه طبعا بنشوف كل حاجه. طب والنبي يا باشا ما تعرفش تساعدني في حوار كده؟ اخوك يعجبك وانا بقلد ممثلين وفقره يعني، وسامنني في المنطقه عندنا شخصات. تمام. اسمع مني الحته دي، قال لك الفنان بس انا متاخر، بس والله يعني حاول تشد شويه عشان متاخر. قال لك ماشي، قال لك الفنان يوسف لوحدي. ده معقوله ساعات الاضي يجي عيل زي محمد هنيدي ده ما مالوش يومين في الوسط وياكل من الجو بالطريقه دي؟ يا للهوي، فكرني الثانيه هانم بنت سلطح ملطح باشا. ماما يا روح امك. اقسم بالله ممتاز والله، بس انت مش قادر تفهمني. انا ده مش يعني دي مش حق، مش مجالي ولا سكتي ان انا اساعدك فيها. طب قال لك حد تاني؟ معلش انا اسف. قال لك الفنان محمود المليجي. مصطفى باشيت يا مصطفى، باشيت اللي تقف قدام ابدا. انا ورايا رجاله تاكل الزلط يا مصطفى. استاذ ايدك يا استاذ، تاكل الحديد، استاذ ايدك بعد اذنك، تاكل الاسمنت المسلح يا مصطفى. انا متقمص. طب ما تتقمص، هتمسكني من القميص؟ خلي عندك ذوق بقى واتكلم معايا بقى، عشان انا كده هتخني. انت جاي تخليني ابتدي اتخني يا باشا والله. يعني حاول تتكلم معايا من غير ما. طب ده طالع مليجي ولا لا؟ ايدك اهم حاجه. مش مليجي طيب؟ ما طلعش هو المليجي؟ انت معايا في التاكسي لازم. انا ضحكت وهزرت وهزرنا وعملنا كل اللي انت طب عايزه. خلاص يا عم. انا وسمعنا حضرتك، يا انا عم ما تسمعني. ده طيب مش مجالي يا عم، عملك ولا سكتي. طب خلاص عملك السقه. انا مش هستفاد بحاجه يا استاذ لما تقعد تعمل لي سقه وتعمل لي استاذ محمود بعد ما انت فوق راسي. انت احسن من الناس دي كلها، بس انا ماليش. ونفع الرخان سجارته في عينيك. قال لك يا حسن منصور هيبيع الارض للنجايحه يا حسن. صح يا عمي؟ صح يا عمي؟ يا استاذ ايدك، يا استاذ قلت لك ايدك حضرتك. انا هبتدي ان انا اتنرفز. انا مسميني المتقمص. طب حضرتك ايدك والله مسميني المتقمص. يا استاذ ايدك بعد اذن حضرتك. خلاص بعد اذن حضرتك. خلاص نغني عشان ما استخدمش. غني لنفسك لما تنزلني. اعمل كل اللي انت عايزه، كل الشغل اللي انت بتعمله ده لما تنزلني. يا عم خلاص انا هقلد لك عشان بعد اذن حضرتك. انا انت كده بتستفزني. ده حاجة غريبة. وقف مكانك انت يا ابني. ثابت يا ابني ولا انت شارب حاجة؟ وقف مكانك، انت بتكلم رئيس الجمهورية. الله، ده حاجة غريبة. وقف مكانك يا ولا. يا ابني انت شارب حبيتين. اوعى يا ولا، واقف قدام رئيس الجمهورية. يا ابني انت شارب حبيتين عصير. مواطن بينشر غسيل في بلكونه نقطت على مواطن تاني. طريق ده قالك ان مصر فيها فتنة طائفية. بعد اذنك نزلني. فتنة طائفية. انا بقول لهم من التاكسي بعد اذنك نزلني. ان الديمقراطية ليها انياب، ليها انياب. بالله يا ابني علي، يا ابني انت مجنون. يا ابني علي، يا ابني انت مجنون. بس انا بتقمص. يا ابني انت مجنون، بقول لك ما تصدعناش. نزلني يا عم. بلاش الصدق. بعد اذنك عشان احترمك ما تتكلمش بايدك ولا تقرب مني. طب سبحان الله، ده انت مستفز متطفل قوي كل شويه. مستفز متطفل ايه بقى؟ انت هتعمل لي فيها البنجستان جو اللي ما تهدى على نفسك. رايك انت مش عايز تساعد شكلك اخوك. يا ابني ما تمدش ايدك. انت مش عايز تساعد اخوك. يا ابني ما تمدش ايدك. انت لازم تقف جنب اخوك. عيب انا اخوك، عيب انا اخوك، عيب ما يصحش. يا ابني قلت لك ما تمدش ايدك. طب انت يا ابني ما تمدش ايدك وركز في الطريق يا ابني. هتعمل خلينا نلبس في حاجه يا عم. انا هقلد لك مش بمزاجك غصب عنك. ما تمدش ايدك يا ابني انت، غصب عنك زفت. هقلد لك محمد منير. شكلك عايز تتضرب. انت شكلك عايز تتضرب عن حياتي. يا ابني ما تمدش ايدك، قلت لك بقى. قلت لك عشان هبوظ لك وشك خالص. خليتي لك هبوظ لك وشك ده خالص. وخلاص يا ابني اقعد وركز في الطريق. الله يخرب بيتك.
بقول لك انت، بقول لك ايه تساعدني وتخلينا مس جدع. بقول لك ايه يا جدع، يا جدع بقول لك ايه يا جدع، انت انت مجنون ولا ايه يا ابني؟ انت يا ابني فوق قلد لك اخر تقليده. ايه الليله الزرقاء اللي انا فيها دي يا ابني؟ افتح الباب ده يا ابني، عشان خاطر قلد لك انت يا ابني. انت اخر حاجه والله يا ابني، قلت لك نزل ايدك. قلت لك اخر حاجه بقى، بقول لك ايه يا ابني؟ بقول لك اوعى ايدك يا ابني، جدع عند لك جدع، اوعى كده يا جدع. لا 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 لا، البضاعه معايا. افتح يا ابني الباب ده، يلا. الفلوس كمان معايا. افتح يا ابني الباب ده، الفلوس معايا والبضاعه. افتح الباب ده بقول لك، الفلوس معايا. انت يا ابني انت، والبضاعه كمان. انت بس خلاص بس. ايه يا عم انت مجنون ولا ايه اللي بتعمله ده يا عم؟ يا عم انا وايه القرف ده؟ طب بص كده احنا بنصور. نزال الحلقه دي ولا منزال؟ نورتنا انت. طيب نورت الدنيا كلها. اتفضل يا باشا، اتفضل. صلى على النبي. يا ابني لسه منزلني والله من البيت، انا كنت اجازه النهارده، قال لي تعالى في تصوير. ماشي يا معلم. باشا ايه باشا؟ حضرتك شغال في الفن بقى عليك. قاعد مخ ساعد مخرج. خلي بالك يا باشا، انا عندي موهبه والله، والله العظيم ما اعرف اقلد فنانين كتير قوي. زي مين مثلا؟ يعني انا قلد لك مثلا فنان احمد السقا. قلد لك حته بعد ما لف حواليك ونفخ دخان تجارته في عينيك. لك يا حسن، منصور هيبيع الارض للنجاحه يا حسن. صح يا عمي؟ صح يا عمي؟ لا 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 مش هتريق يا باشا عليا يا باشا. انت كده يعني انا بهزر معاك في ايه؟ لا والله بتتريق. طب اديني رقم موبايلك. رقم؟ اديني كارت. يا باشا اسمع، حضرتك رامي؟ ايوه. انت شغال مدير انتاج ولا مساعد مخرج؟ مدير انتاج ومساعد مخرج. طب انا اقول لك على حاجه، قول لي. اتفق معاك على اتفاق، قول لي. انا اقول لك واحد مشهور، لو قلت تاخدك معايا دلوقتي. يا نهار ابيض، يلا بينا. ايه رايك؟ امر والله العظيم. قلد لي جون محمد صلاح في روما اهو في التاكسي. مو صلاح، مو صلاح، مو صلاح. لا مش ده، ده بتاع الماتش اللي فات. انا عايز في روما لما شاط. قلد لي هو بقى بيشوط الكوره كده من الزاويه. قال لك ازاي احنا في التاكسي؟ اه انت باشا بتتريق عليا؟ لا انا بهزر معاك. لا انت بتتريق. انت بتهزر معايا يا عم؟ انا بهزر معاك كده، انا بعرض عليك مواهب. مش انتوا بتهزروا معايا؟ اقسم بالله انا بهزر معاك يا باشا. وانا ما عرفتكش يعني. بتوع ميديا، ادي كاميرا ودي كاميرا ودي كاميرا. ايه ده بقى؟ مش فاهم. طب اقول لك اخر المسلسل. اخر مسلسل ايه؟ ثلاثة دي. ايه اخر مسلسل؟ مع مصطفى شعبان. ايوه قفشت الدنيا بقى. والله العظيم عيب عليك، ده انت عالم يعني. قفشت من بدري. الله يبارك لك. طب ما تقول لي. طيب ما انا قلت اسيبك انت بس. سيبني عمال اهري كل ده. نتسلم مع بعضينا واحنا ماشيين. طب نذيع ولا ايه بقى؟ نذيع ما شاء الله، مفيش مشكله. انت والله العظيم نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. استاذ رامي قفشني يا جدعان. مساء الخير والبروك. مين شعر زي بعضينا؟ تاكسي. مساء الجمال والدلال والقمر. مساء الجمال الله اكبر. اذان بقى. حضرتك اساسا من الهرم ولا حضرتك اساسا من ايه؟ لا انا عندي شغل بس في الهرم. خلصت برضه. شغال فين في الهرم؟ انا شغل اصلا علاقات عامه بس نازل الهرم يعني. بسم الله ما شاء الله علاقات عامه. ده انت بسم الله ما شاء الله حضرتك بتقابل بقى ناس مهمه كتير. حاجات على قدنا. ما شاء الله. بتقابل ايه بقى باشا؟ بتقابل فنانين ولا سياسيين ولا بتقابل ايه بقى؟ مذيعين ولا فنانين ومذيعين؟ مذيعين. بتقابل مذيعين. طب ما ده شيء جميل ما شاء الله. طب ما تقف جنب اخوك بقى. والله عايزني اسمعك حاجه بقى للممثلين وبتاع. لو عجبت حضرتك تساعدني بقى. ممكن. استنى بص يا باشا، انا هقلد لك واحد انت بتحبه. وقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهورية يا ولا؟ وقف مكانك يا ولا. وقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهورية يا لا؟ وقف مكاني. رد زمانك. المصحف الشريف عجبتك؟ اه. قال لك اخر حتة مين؟ ورق ايه اللي معاك؟
وانا يا صرصار لو عايز ازيك اجيب لك امر ازاله انا فعاسك برجلي. طب زمانك مش حقيقي انا فعاسه برجلك. ماشي الفنان الله يرحمه خالد صالح طبعا طبعا ده مثل الاعلى هو الفنان خالد الصاوي طبعا والله العظيم اكيد طبعا عندنا خالد الصاوي وعمارة يعقوبيان لا 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 بلاش عمارة يعقوبيان تركب بقى ومنزلنا احسن فاهم انت شكلك مش سالك انت مش بس بقى اتفضل بقى شوف طريقك عشان نوصل لا انت مش سالك يا باشا بعد اذنك بعد اذنك كفايه غلط لحد كده اتفضل شوف طريقك عشان نوصل يا عم بالراحه عليا بايدك بقى بعد اذنك عشان ما اضربكش اضرب مين يا عم انت كبلان بايدي عليك والله بجد يا عم اتكل على الله ربنا بجد والله يعني. اشكال وسخه والله العظيم انا مش عارف على الصبح كده يا باشا انت مش سالك انت بعد اذنك ايه مش سالك وبتاع انت هتصاحبني ولا ايه لا 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 انت بقى بعد اذنك نزل لي بقى بعد اذنك بعد اذنك كفايه اللي تضرب كده انت مجنون على فكره انت مجنون انت شخصيه مش طبيعيه بعد اذنك نزل لي نزل لي بعد اذنك ايه ده معاك بعد اذنك ايدك جنبك ايدك جنبك اوعى اوعى يا عم انت اوعى يا عم انت اشكال وسخه اقسم بالله طيب عامه انا فندم بقى احنا كنا بنهزر مع حضرتك طب نزل لي بقى مفيش هزار وبتاع يا عم انت ايه اللي بتعملوه ده في ايه الزبده ده مقلب في كريزي تاكسي انت نورتنا النهارده في كريزي تاكسي نزل اتفضل يا حاج اتفضل يا عم الناس مفتوح يا باشا اتفضل يا عمنا يا عمدة يا باشا صباح الجمال يا عمدة حصل ان شاء الله يا باشا عناية يا باشا تحت امرك يا باشا ربنا يخليك نور الدنيا يا عمدة ربنا يخليك يا باشا عمدة بلدنا اقسم بالله تسلم يا خال حضرتك اساسا منين من السعيد بقى سوهاج يا باشا احسن ناس رجاله سوهاج طب ما انت يا عم الحاج ما شاء الله عليك انت وابنك البرنس ده يعني تلاقي علاقاتكوا حلوه في اكتوبر هنا الحمد لله طبعا والله مسيطرين يعني الحمد لله ما شاء الله تعرف بقى بتعامل انت شغال في المقاولات في المقاولات معانا عربيات وبلد ورمله وبتبني بقى وتهد طب تعرف فنانين بقى طبعا انا نعرف الكابتن عمرو عمرو مين عمرو المخرج ما شاء الله طب انا عرفنا الناس دي يا عم ده انا ده انا ده انا ابنك يعني عندي الموهبه وبيقول عليها ممثل باشا تحت امرك وانا اوريك باللي انت عاوزه ربنا يبارك لك يا عم طب انا هقلدك انت بتحب بما ان انت راجل صعيدي زي الفل هقلد لك واحد بتحبه وانت تقول لي هو مين ماشي وقف مكانك انت بتكلم رئيس الجمهوريه يا ولا ها بيقول لك في مواطن كان بينشر الغسيل في البلكونة ونقطت المية على مواطن تاني قالوا لك ان مصر فيها فتنة طائفية فيها ايه فتنة طائفية انا بقول لهم من موقعي ده من التاكسي دي ان الديمقراطية لها انياب ايوه طبعا الديمقراطيه ليها ايه انياء ايوه انياء يا حاج قول انياء انياء قول انياء الصلاه على النبي ايه رايك يا حاج بعرف عنك والله العظيم فنان والله العظيم فنان محترم طب ايه طيب ساعدني بقى طب ادي لك حته كمان حته تقليد انت هتحبه ده بص مصطفى باشته يا مصطفى باشته اللي تقف الدب ابدا يا عم خلاص انا ورايا رجاله تاكل الزلط تاكل الحديد تاكل الاسبات اللي بيسلح تاكلك انت تاكلك انت خلاص يا عم امشي بقى بس يا ابني خلاص يا باشا تضربني يا جدع ولا انا محترمك عشان خاطر ابوك يا باشا خلاص يا باشا اقسم بالله عشان خاطر ابوك اوعى يغرك ان انت صعيدي ده انا من سجلت يا باشا على عيننا وراسنا انت تعمل ايه هضربك هنا وربنا انت تضربني يا جدع واحد الله اقسم بالله ده العمده ده فوق دماغي ماشي ربنا انت تضربني خش يا عم الفنان وخلاص عيب مش يا عم عيب كده اقسم بالله ما هكلمك عشان خاطر ابوك يا ابني امشي ابني ايه يا ابني انا يا ابني عندي عيال قدك يا ابني يا باشا خلاص ربي لا متربي ربي لا متربي وانت عارف انه متربي وعيب عليك يا باشا خلاص مش هتلحق يا جدع ما لحقوش يا باشا ايه انت يا عم خلاص يلا يا عم خلاص يا عم لا لا لا, لا يا عم خلاص يا عم ده مالك قلنا خلاص يا عم بقول له انت تمام زي خلاص طيب خلاص يا حاج ما هو ياخد مغنى وجعنا
انت يا ابني هيش على ما فيه. يا ابني امشي على خلاص يلا. انت بتقول مش عشان ما تضربكش ربنا. تضرب مين يا عم؟ انت هيش على ما فيش والله. يا ابني ايدك انت عبيط. انا عبيط ايه؟ طب يا ابني خلاص يا ابني. انا هعرفك ان هو هيش على ما فيش. بص راح احنا قاعدين عادي اهو صح؟ اهو شفت يا ابني بس خلاص. ربنا لا بتضرب هوب بتضرب يا جدع بص بيشتم فيها يا عم خلاص يا عم انت سوقت تاكسي احنا رايحين مشوار وراح نشاكل ما حدش يعرف يشاكل معايا يا عم انت سوقت تاكسي لو رحت ولا جيت لا يا حاج انت بتلخبط كده حاج يا عم خلاص مش عايز اخرب يا حاج ما تخلينيش ازرجن عليك نمرة الزرجن يا حاج ما اقول لك ايه كده كسرك في بعضك مكسر مين انتوا عاملين عليها رباطيه عاقد انت بتتكلم مين مشالك كلم مين يا اخوي بكلم مين انا مش عم ده انا على الحرام يا جدع يا جدع يا جدع امشي بقى بكل ده انا هدا بس يا اقف بيك على جنب اعرفك اوف انت اوف اي جنب ده انا تطلع ايه ده انا هعرفك دلوقتي اوف انا هعرفك خلاص تعملوا معايا كده ليه يا عم خلاص يا عم قلت لك خلاص يا عم يا حاج انت هتضربني عشان خاطر ابنك تضربني عشان خاطر ابنك تضربني عشان خاطر ابنك تضربني عشان خلاص يا عم في فلافل يالا والدكان ايه انت بتضربني عشان خاطر ابوك معاك يالا ده ال10 منك بجنيه يالا ال10 منك بجنيه يالا انت فاكر روح عشان بص بص دي بص اوعى يالا اوعى يالا ايه ده يالا ازاي الحاله دي ولا لا؟